وبصراحة في موضوع كده عاوز أكلمك فيه. أوكي، بس بسرعة قبل ما البريك بتاع البنات يخلص. أنا عاوز أعتذر لك عن اللي حصل المرة اللي فاتت، بس لازم تعرفي إن أنت الوحيدة اللي في القلب. يا سلام، وفين كلامك؟ أنا لسه بكون نفسي. ما أنا رجعت نفسي ولقيت إننا لازم نبدأ مع بعض سوا نكون نفسنا طوبة فضة وطوبة ذهب. فين عمران حبيبي بتاع زمان اللي خلاني أحبه وعشقه؟ فين النفخة الكدابة؟ فين جسمك ولياقتك؟ وانت منين شفت جسمي ولياقتي؟ فاكر الزلزال بتاع زمان؟ بتاع 90. ايوه، ساعة الزلزال ده بقى ما حصل كنت انت بتستحمى ونزلت تجري عريان، ومن ساعتها بقى وانا منمر عليك. ايوه، انا لازم اتغير، انا لازم ارجع زي زمان، ارجع تاني عمران، مش بتاع الزلازل بس، هبقى عمران بتاع الزلازل والبراكين. تعالوا يا حبايبي، تعالوا تعالوا يا حبايبن. انتوا منين؟ احنا اصحاب الخيمه. صحاب الخيمه؟ ايوه يا حبيبي، انا الطحاوي صاحب الخيمه وصاحب المنتجع السياحي ده كله. انتوا مين وعايزين ايه؟ ما تقتلونيش، خدوا كل حاجه، ما تقتلونيش. انت مجنون يا عرب، نقتلك ايه؟ احنا بتوع الاثار اللي جينا نقول لك عليها من شويه، بتوع التماثيل. أيوة. يا حبايبي انتوا، ده انتوا جميلكم ده فوق راسي والله. جبت ايه بقى؟ دي بيسكو مصر ولا بتاعت اسكندريه؟ التماثيل دول يرجع تاريخهم للاسره التامنه. العيال دي اتربوا احسن تربيه، ابوهم الراجل العصامي ده كان من اكبر تاجر عجلات حربيه في الشرق الاوسط والفراعنه كلها. طب ممكن نشوفهم بقى؟ ما في، ممنوع اللمس. نشوفهم؟ ده شغل وبزنس. شفت ابويا اللي روحي فيه وبسطه وحضنته ده؟ عليا الطلاق لو لمسهم لشج بالطول. طب نتكلم بقى في المهم. اتفضل. احنا هنبيع الاثار دي. احنا طبعا هناخد الفلوس انا ومرتضى زي ما انت ما قلت في الرساله، صح؟ صح. وناخد ايه؟ انت تاخد الثواب. ده انتوا جايين بقى تعملوا عمره؟ مفيش الكلام ده، الحاجة هتتوزع بما يرضي الله زي ما كل تجار الآثار بيوزعوها. هتتوزع ازاي يعني؟ 2% 2% عشان الواد ده انا بيه وبحبه، 1% عشان انت لمد وبكرهك من اول الموضوع، والباقي هنصرفه على علاج ابويا الله يمسيه بالخير. طيب احنا عايزين بقى نمشي من هنا. مفيش مشيان دلوقتي، مفيش، ده الدنيا ملبشه بره عليا الطلاق لو خرجنا لقناص يصطادنا من دماغنا، هيفرتك لك نفوخك. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي بما ان ابويا جافل على الحاجه فانا هسليكم. تعمل ايه يا ترى؟ احكي لكم قصتي. عارفين ابويا ده؟ ابويا اللي انتوا شايفينه. انت بتحكي خلاص؟ لا مؤاخذه في الكلمه يعني. ابويا ده خش بقى كده. كان اكبر تاجر بانجو في المنطقه كلها. يا مساء الخير يا نجمة، يا مساء السعادة والنور والهنا على نجمة النجوم اللي هتلعلع في السماء. الله 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 الله، ايه السعادة اللي انت فيها دي بقى يا سي خالو؟ اصلي عندي خبر حلو حيبسطك، قلت اجي ابلغهولك. استر يا رب. ايه ده؟ انت بتتريقي؟ خلاص مش هقولك. والله مش قصدي خلو، انا قصدي يعني ان الواحد بقاله كتير قوي ما سمعش اي اخبار حلو. فاكره الفيلم التركي اللي انا كنت كلمتك عنه؟ طبعا. انا كلمت المخرج بتاعه النهارده ووعدني انه هيديلك دور. بجد يا خلو؟ طبعا بجد، اعتبر الموضوع في جيبك. المخرج صاحبي وحبيبي من ايام الدراسه. انت مش عارفه تركي؟ تركي؟ لا بصراحه. ليه؟ التركي ده سهل جدا. وين رايح مهند أغا؟ رايح سرايا عبدين. كله تركي. أما يسألك اسمك إيه تقولي له إيه؟ لهفة خانم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ده إيه الخير ده كله؟ حتشبسوت وحورس وكليوباترا وسوبر، ده تاجر شنطة ولا تاجر آثار؟ البضاعة دي بتاعت مين؟ في يا عم مالك، في ايه؟ بتاعتنا. انت متأكد؟ متأكد. طب خلاص القضية خلصت كده، يلا بينا على القسم بقى نكتب المحضر في الرواقة كده في التكييف. لا يا باشا، البضاعة دي مش بتاعت الناس دول. الناس دول أتفه من إنهم يبقوا تجار بوم. الحاجة دي يا باشا بتاع تاني. عارف ليه؟ ليه؟
عشان أنا ما تربيتش، أبويا ما عرفش يربيني. مش عارف كده، يخرب بيت أبوك، ما قعدنا في الخيمة من الصبح لحد بالليل ليه؟ ده احنا لو حاجزين دي يوز مش هنفضل قاعدين كل ده. يا ده عايز اطلعك من القضية زي الشعرة من الفطيرة. وتخرجوا ليه يا عم؟ انت خايف من ايه؟ ده ظابط يمني ملوش اي حكم علينا. ظابط يمني؟ ايوه يا عم. بالمرة نفرج الباشا باقي على الاثار. اه بس هات لنا حاجة غير المعطوبة دي الله يخليك يا باشا. حاجة كده من على وش القفص كده كرمني يعني، عشان ابقى زبونك. انا ممكن اخد منك الحاجة المعطوبة وامشي، مفيش مشكلة، بس مش هاجي لك تاني. رب زبون. علي الطلاق ده ما خرج من الثمانينات من حرب الخليج. التمثال ده معاه هدية بلا فخر منبه. لا ما انا بظبط المباجي. ماشي يا باشا، في اوبشن تاني لاطفال سعادتك، القرد ابو درمز. اه حلو، ده جديد. هات لي بقى واحد اصفر في بني. ماشي يا باشا، عينيا ليك. ومعانا حاجات جديده. قبل ما يوريك بقى، احنا كده خلاص ملناش مكان بينكم، انتوا شكلكم خدتوا على بعض، كملوا انتوا المسيره. لا لا توكلوا انتوا على الله المنطقه. ماشي، كفايه انتوا عرفتونا ببعض. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان نتصور معاه طيب؟ لا لا كفايه قوي لحد كده. طلع كده بقى وورينا. في حاجات يا باشا مفتخره. هي ده يعتبر بمثابه ابن خاله ام لازم. طب انا رايي اللي احنا نروح نحل المشاكل دي في الاسم، فسيب كل حاجه زي ما هي وهم هيجوا ياخدوها دلوقتي. اما انا وانت المفروض ندردش شويه كده عشان نعرف نقفل المحط ولا ايه؟ عناية ليك يا باشا. انا متفائل خير والله. مش والله وانا متفائل خير يا باشا. امال فين ابو فياض؟ عناية ابو فياض مع ابويا. هيخش معاك السجن وهتنبسط. يلا يلا يا عمران، يلا يا حبيبي، مد ايدك وكل. يلا الهنا والشيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. كويس انك جيت يا مرتضى، ان شاء الله حماتك هتحبك. الله يرحمها بقى. يلا اتفضل. ايه ده ابتهال؟ ايه؟ بطاطس وفول وطعميه ومربى وحلاوه، اكل كله زيوت ودهون. جري يا عمران، ما انا عملت زي ما انت طلبت. اولا حاطه زيت قليل خالص. بعدين من امتى يا اخوي؟ ده انت كنت بتشرب السمنه شرب. مالك فيك ايه؟ حكم القو بقى. يعني ايه؟ القلب وما يريد. هو انا كل ما اقولك كلمه هترد عليا بحكمه؟ ساندي يا ابتهال، ساندي. دي موعظه ولا ده الموضوع؟ ساندي تاني وسنين ساندي. ايه مش كنا خلصنا منها؟ اتقابلنا تاني يا ابتهال، القدر وضعنا في طريق بعضنا. بس قعدت بقى تقول لي الكلام اللي بتقوله لي كل مره، الرشاقه واللياقه والنحافه والدهون وتاثيرها على الكوليسترول والحاجات دي كلها. وانت بقى جاي دلوقتي تعمل دايت؟ طب الحق يا خال عشان انت متاخر 30 سنه. الحق ايه ومتاخر ايه؟ انت بتكلم قطر، انت بتكلم خالك. وبعدين شطر على نفسك وعلى خيبتك. خلاص يا عم حقك عليا، كنت هخدمك، اوديك لواحد صاحبي تضرب لك حقنتين استرويد في 3 ساعات تعمل فورمه. لا انا احب اعتمد على نفسي. حان ايه؟ حان ايه يا منيل انت؟ طب بتعمل زيه يا اخويا واعمل دايت، يمكن تعجب. يمكن تعجب. لهفه. خلاص يا ماما ما تزتيش. كويس ان انت قلته لهفه. انا مظبط لها حته الدين دور في فيلم تركي ما حصلش، اسمه كابتن تركيا. بطوله مين؟ مهند امام. فيلم جميل قوي، بس يا رب يا رب اللي في بالي يتحقق. خيلو انا خايفه قوي يا خيلو. لا خايفه من ايه؟ انا جنبك. اصلي بحس ان كل البنات كده وهي رايحه الكاستنج بتبقى لابسه كعب وعامله في نفسها عمايل، لكن انا بحب ابقى سيمبل على طبيعتي. يعني هم بيعملوا كده عشان يداروا الدفوهات اللي عندهم، انما احنا اللهم صل على النبي احنا قمر. احنا اهو انا حاسس ان دي مش هتبقى اخر حاجه، وانت في اول طريق العالميه. انت هتمشي في العالميه زي السكين في الزبده، بس العالمية لازم تاخديها خطوة خطوة. العالمية مسؤولية. العالمية ايه؟ مسؤولية يا خيلو. معلش يا خيلو عندي سؤال دلوقتي. احنا بنحب نتفرج على المسلسلات التركي، بس هل الفيلم التركي ده هينجح بنفس مستوى المسلسلات التركي؟ طبعا الفيلم التركي ينجح اكتر من المسلسل. اقولك ليه؟ اما بنقوم من النوم بنشرب ايه؟ قهوة تركي مثلا. اهو في دليل اكتر من كده؟ صح، شفتي؟ عندك حق يا خيلو، مظبوط. متلاقيش من اي حاجة. اه
هو المخرج بتاعك ده يخلو ستايله ايه يعني؟ بس شايفه بنات كده. لا 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 ما تقلقيش منه خالص، ده انا اللي مربيه، ده ولد غلبان وفي حاله، ده كل دماغه فن، دماغه طاير على طول، كلها سينما. والله يا خلو حضرتك قدوه، وبجد كل الجيل ده لازم يحترمك ويعمل لك يعني ايه موهبه كده. مش عايز اتكلم بقى، خلي التاريخ هو اللي يقول. اما هتخش جوه هتشوفي ان شاء الله باذن الله. اتفضلي. تفضلي يا نجمة، تفضلي خش برجلك اليمين. اللهم صل على النبي. يا مساء الخير يا هشومة. يا مساء النور. اهو هشومة اهو، زي ما قلت لك بالظبط، نفس المواصفات. مش هتقول لنا اقعدوا بقى؟ اكيد لا، انا مش فضيلك يعني. شفت مش فاضي، مستقبله كبير قوي، ما شاء الله ما شاء الله، مش ملاحق شغل. هي دي لهفة يا عمران. أيوة يا فندم أنا لهفة، وبجد أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي على الثقة الكبيرة اللي أنت حاططها فيا، وبإذن الله أنا مش هخيب ظنك في الدور اللي هتديهولي. دور إيه؟ دور البطولة في الفيلم التركي. فيلم إيه؟ ده سيت كوم اسمه إبراهيم التركي، يعني حاجة زي إبراهيم الأبيض كده. وماله؟ سيت كوم سيت كوم، وهي هتفرق معانا؟ على الأقل السيت كوم بيلفق، ده أعلى دلوقتي من الفيلم التركي. طيب ماشي. دي الشخصية اللي حضرتك هتلعبيها؟ يلا اقري كده بقى وفرجيني انا وخالو. هو حضرتك واضح ان دي الورقه الغلط او حاجه، لانه كل الجمل بتاعت ممثلين رجاله، يعني مفيش غير مكتوب فتاه واحد بتقول جمله واحده بس. لا هي دي الجمله اللي انت هتقوليها، قوليها كده فرجيني يعني. ما هي مفيش غير صباح الخير يا فندم بس. وماله هو بس عايز يسمع التونالي ليه بتاع صوتك يعني، مفيش اي مشكله. ما هو يا خالو اكيد فين بقيه الدور يعني. ايوه ما اكيد بتطبع في المطبعه، وبعدين صباح الخير دي مش قليله، ما بتتقال بطرق كتيره، وانت فرحانه وانت زعلانه وانت متنكده. هو دورك الجمله دي. والله صباح الخير يا فندم. يخونك الجوينت